نفذت قوات دفاع شبوة انتشارا أمنيا مكثفا في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج المدينة. وتأتي عملية الانتشار الأمني الواسع لقوات دفاع شبوة في مدينة عتق ضمن جهودها المتواصلة لمنع انتشار ظاهرات دخول السلاح من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون، ومكافحة الإرهاب والتطرف لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمدينة.